نحن هنا في الحي التاريخي بمدينة ويلمينغتون بولاية ديلاوير. هذه المدينة التي تحولت إلى مركز للسياسة والسياسيين بسبب وجود الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فيها، وكذلك اختياره لمبنى The Queen Theater والذي تشاهدونه خلفي هنا ليكون المركز لفترته الانتقالية، حيث يدير أعماله الانتقالية أو يدير أعماله الانتقالية من هذا المركز. ألقى الكثير من الخطابات من هنا، وكذلك عقد بعض الاجتماعات مع بعض السياسيين الأمريكيين في هذا المبنى. كان آخر هذه الاجتماعات حيث التقى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. هذا المركز أو هذا المبنى The Queen Theater هو مبنى للفنون ومبنى أيضا لعرض الأفلام السينمائية بعام 1916، واستمر كذلك لعام 1959، وبعد ذلك أغلقت أبوابه لمدة 50 عاما ليعيد افتتاحها مجددا في عام 2011 بعد عملية إعادة تأهيل كلفت حوالي 25 مليون دولار، وليكون مرة أخرى مركزا للفنون وللعروض السينمائية. ولكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختاره ليكون هو مركز أساسي لكل أعمال فترته الانتقالية. مجدي يازجي، سكاي نيوز عربية، ويلمينغتون.